معنا الكاتب الصحفي من جريدة الأهرام السيد إيهاب عمر، أهلا وسهلا بك. ما تعليقك على هذا الأخبار المتواردة حاليا والنفي الذي خرج من مصدر المسؤول بالقاهرة؟ صباح الخير، اطلعت على التقرير منشور في الواشنطن بوست منذ بضعة ساعات، نعم. وعايز أقول لحضرتك إنه تقرير خالي من المهنية وركيك للغاية، يعني بغض النظر حتى عن المحتوى. يعني يكفي أقول يعني إن التقرير فيه تساؤل من محرريه إلى مصدر مسؤول داخل الإدارة الأمريكية، هل هناك معرفة لدى الإدارة الأمريكية بهذا الأمر؟ فنفى المصدر الأمريكي في التقرير نفسه وجود معرفة للإدارة الأمريكية بهذا الأمر، وبالتالي التقرير متناقض، التقرير ينفي نفسه. يعني هناك مصدر حكومي أمريكي في التقرير نفسه نفى الأمر، ومع ذلك كان هناك إصرار من واشنطن بوست على نشر خبر مع أنه لديها نفي لهذا الخبر. يعني لازم برضو في هذه المناسبة نتذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات استدعت مدير مكتب واشنطن بوست في القاهرة أكثر من مرة، وأهمها 2020، بسبب عدم مهنية هذه الجريدة على وجه التحديد فيما يتعلق بالتعاطي مع الشأن المصري. مصر سياستها واضحة في النزاعات الدولية الإقليمية والعالمية، نحن لا نتجاوز ولا يتم حسبنا على أي معسكر من المعسكرات الموجودة. مصر قطب دولي في حد ذاته، لا تنحاز إلى الشرق أو الغرب، ولكن سياستها واضحة في صناعة السلام، رعاية السلام، إطلاق مبادرات السلام، لا يمكن أن تسلح هذا أو ذاك. من وجهة نظرك أستاذ إيهاب، يعني لماذا يتم إقحام مصر في أو حسبانها على أحد الأطراف المتنازعة بين روسيا وأوكرانيا؟ من وجهة نظرك لماذا تفعل مثل ذلك الواشنطن بوست؟ في الواقع الواشنطن بوست وأكثر من منصة صحفية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي عدد من الدول الغربية تسعى إلى ابتزاز مصر منذ سنوات، يعني الأمر يتجاوز حتى 10 سنوات وما هو أكثر من ذلك. دائما هناك محاولة لابتزاز مصر، محاولة لصناعة مشاكل في سياستها الخارجية، ومحاولات تلغيم العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة حينما تكون هناك بعض المشاكل لدى بعض المؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هنا تتحرك هذه المؤسسات عبر لوبيهات وجماعات ضغط في محاولة لصناعة مشاكل لمصر بغية ابتزازها، ومحاولة لصناعة مشاكل داخل العلاقات المصرية الأمريكية. نعم سيد إيهاب، لقد ذكرت أن هناك أيضا نفي من جانب الإدارة الأمريكية بهذا الشأن، يعني من وجهة نظرك واشنطن بوست ربما جريدة لها تاريخ صحفي كبير، لماذا لا تتعامل بهذه المعايير الإعلامية المعروفة دوليا؟ كما أوضحت، هو التقرير خالي من المهنية، وحتى القائم على كتابته 3 أسماء لا تحظى بأي سمعة طيبة في العمل الصحفي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو تقرير مجهول، وأيضا يعني أشير أيضا إلى أن السيد متحدث رسم اسم الخارجية المصرية أيضا أخذوا منه تصريح في التقرير ونفى الأمر. فحتى على سبيل المهنية كان يجب في العناوين الرئيسية للتقرير أن يضعوا أن هناك نفي من الإدارة الأمريكية ومن الإدارة المصرية، نعم. ولكن كان هناك إصرار على عنوانة الأمر بشكل يعني يتلاقى إلى أو يتدنى إلى مستوى الصحافة الصفراء، وبشكل كل هدفه هو إثارة البلبلة، هو صناعة مشكلة في العلاقات المصرية الأمريكية. ولكن عادة العلاقات لا تدار عبر المنصات الصحفية، هناك قنوات دبلوماسية، هناك قدرات لمؤسسة الدبلوماسية المصرية قادرة على أن تتخطى أي محاولات هزلية لصناعة أزمات في العلاقات المصرية الدولية. كيف تتعامل ربما الحكومة المصرية أو بالأخص الخارجية المصرية مع مثل تلك الصحف التي تتبع هذه الطرق في إصدار بيانات غير صحيحة ومعلومات غير صحيحة عن الشأن المصري؟ نحن دولة مؤسسات، نعم، يعني نحن لا نتهاون في حقنا، وفي نفس الوقت لا نذهب إلى مستويات أكبر، يعني حتى لا نضخم الموضوع. هناك إجراء خرج الآن بالتصريحات النفي، خد بالك أن التقرير صدر لسه من حوالي 5 ساعات في حسبه، هو طالع الساعة 11 بتوقيت
القاهرة، نعم. احنا الوقت الساعة 4-5 تقريبا، فبالتالي في استجابة ممتازة من الدولة المصرية في نفي التقرير الكاذب. بعد كده هيبقى في اعتقد اجراءات دبلوماسية صباح اليوم من الخارجية المصرية، لان انتوا خدتوا مني وزارة الخارجية المصرية تصريح بنفي الموضوع، فانت ليه بتنشر؟ او حتى لو نشرت يجب ان تنشر وانت بتوضح ان في نفي، لكن النفي واخد سطر او اتنين بس في نصف التقرير، ده غير مهني بالمرة، وفي تعمد لصناعة الإثارة. أيضا هيبقى في انتظار رد فعل مثلا بعض مؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مش مؤسسات رسمية، لأن احنا عندنا نفي حكومي خلاص أمريكي، ولكن هل هناك جماعات ضغط أمريكية كانت تنتظر هذا التقرير في محاولة لصناعة بلبلة داخل مؤسسات الأمريكية في الكونجرس مثلا فيما يتعلق بملف العلاقات المصرية الأمريكية؟ ده أمر إحنا هننتظره خلال ساعات. نعم أستاذ إيهاب عمر الكاتب والمحلل بجريدة الأهرام، كنت معنا هاتفيا للتعليق على ما صدر من صحيفة واشنطن بوست والنفي الذي قامت به أو نفاه مصدر مصري مسؤول في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا هاتفيا السيد إيهاب عمر الكاتب والمحلل بجريدة الأهرام.